فقره مميزه جدا هنختم بيها النهارده الاهلي في كل مكان، فقره مميزه لان ضيفتنا واحده من الصحفيات اللي ليها باع كبير جدا في الرياضه والنقد الرياضي والتواجد في الايفنتات الدوليه، ليها منصب صحفي محترم، نائب رئيس تحرير الاهرام ويكلي. سافرت معاها في بعض البطولات وبعض الايفنتات وشفت حد شغال بقى ب 100 راجل وشغال وبيتواجد وبيشتغل بشكل كويس، عندها رؤيه مميزه جدا. كانت موجوده ذليله عقبات كتيره بحكم خبرتها مع منتخب مصر كوجودها منسق في الجابون ومنسق مع المنتخب في رحلات كتيره جدا، عشان كده بنقرب لزبوط شويه والضوء على المنتخب المصري والحديث عن كاس العالم في روسيا والمنتخب المصري. وضيفتنا طبعا اللي منورانا الاستاذه ايناس مظهر، شرفانا ومنورانا. مساء الخير، ميرسي. ايه الاخبار؟ احنا الحمد لله ما سافرناش مع بعض من فتره طويله. جنوب افريقيا وتونس وماتش مصر وانجلترا في لندن. ده كان قديم. احنا سافرنا 3-4 سفرات كده. ايوه صح. لكن دايما بيكون لك دور مميز جدا، لكن في الفتره اللي فاتت الدور كان واضح والتنسيق مع المنتخب المصري. ابتديت معاهم من مباراه غانا الاولى في مصر نوفمبر 2016. يعني ابتديت معاهم من المباراه ديت، وساعتها قالوا لي احنا عايزينك تنضمي للجهاز الاداري للمنتخب علشان تكوني معانا في الجابون. فابتديت معاهم من اول مباراه غانا في 2016 وبعدها كده مباراه تونس الوديه، وطلعنا بقى الجابون واشتغلنا هناك. الحمد لله كانت رحله، كانت بطوله بامانه من احب البطولات لقلبي. يعني يمكن انا اشتغلت، فاكر انت كنت برضو معانا مع منتخب كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي، ثلاث بطولات 2006 و2008 و2010 والثلاثه كسبناهم. لكن مش عارفه برضو الجابون دي كانت بالنسبه لي حاجه تانية، حاجه مختلفه. طبعا عوده بعد غياب للمشاركه بالزبط. زي ما خدنا ثلاث بطولات بالزبط. ما شاركناش لاول مره في تاريخنا في ثلاث بطولات وجايين من بعيد قوي قوي قوي. لا كانت بطوله رائعه بكل المقاييس، وفي نفس الوقت كان تحافظ على اداء مستر هيكتور كوبر ولسه في مشوار كاس عالم. بالظبط، يعني كان فيها كل حاجه، وكمان كان فيها مع كل نجاح وكل تقدم في البطوله كان الاهتمام الاعلامي بيزيد، فكان الشغل بيزيد وكانت نظره الناس بتتغير. فكرني ببطوله 98 اللي الناس قالوا لك المنتخب هيسافر ويرجع، لا ده احنا بنكمل نفس السيناريو. نفس السيناريو، حتى كان كابتن حازم الهواري يا رب ان شاء الله بس في الايام يعني المرحله اللي هو فيها دلوقتي ان شاء الله يعدي، بس يا رب ان شاء الله تعدي على خير. بالظبط كان نفس السيناريو، كابتن حازم موجود ساعتها وموجود معانا في البطوله في الجابون. نظره الجماهير بتتغير ليك بعد ما كانوا مش بيشجعوك، ابتدوا يشجعوك، وابتديت انت تبقى زي ما بيقولوا في الصحافه العالميه يقول لك خلاص ايجيبت از ذا توب فيفورت، بقيت انت المفضل او المصنف الاول الفوز بالبطوله. وكان كل وسائل الاعلام وابتدى كل الاتجاه الاعلامي بالذات يتحول اليك، الى منتخب مصر. يعني كنا بنشوف تواجد اعلامي كبير جدا جدا بالنسبه لمنتخب مصر من جميع وسائل الاعلام، على فكره مش الافريقيه والعالميه، جايين من انجلترا وجايين من امريكا طبعا. وكانوا على طول ابتدوا يتابعوا المنتخب المصري، وفي نفس الوقت يعني ثالث اكبر بطوله على مستوى العالم. بالظبط. وبعدين لو تفتكر كان في البطوله دي كمان يمكن لاول مره، مش لاول مره، ولكن كانت ظاهره غريبه جدا لما المديرين الفنيين بتوع الفرق المنافسه يبتدوا ان هم يتكلموا، بالذات الفرنسي رينار يبتدوا يتكلموا على المنتخب المصري ويقولوا ايجيبت از كامينج باك. يعني كان بالنسبه لهم هم بيعتبروه يعني كان تطور مذهل وغريب ما كانوش متوقعينه، فبقيت انت يعني زي ما فعلا ما كانش المنتخب المصري في الحسبان كتصنيف انه يلعب على البطوله خالص خالص. فبالتالي انت لما المديرين الفنيين للفرق المنافسه تتكلم عنك وتشيد بيك، فده في حد ذاته
كان برضو بيعلي من أسهمك، ورغم برضو أن إحنا يمكن طلعنا تاني وما أخدناش اللقب، ولكن كان في احترام مش عايز أقول لحضرتك قد إيه، والتعامل معانا الجماهير اللي كانت بتبقى يعني وإحنا رايحين المباريات أو إحنا رايحين التدريبات وهم بيصطفوا على الجانبين. لا لا، كان بصراحة في بطولة الجابون دي كانت مصر بتعامل كأن بالضبط في كاس العالم معاملة البرازيل وإيطاليا وألمانيا الفرق الكبيرة أصحاب كاس العالم، كانت مصر بتعامل في هذه البطولة. وبالتالي بقى كمان يعني أنا عايزة أقول لك حاجة، إحنا وإحنا خارجين من في الماتش النهائي بعد المؤتمر الصحفي لازم نخرج من الميكستون، فطبعا إحنا خرجنا من المؤتمر الصحفي برضو كان مستر كوبر ومحمود فايز كابتن محمود وأنا، فبرضو إحنا يعني تماسكنا وقعدنا في المؤتمر الصحفي لأن أنت لازم تبقى متواجد، ومستر كوبر جاوب على كل الأسئلة في المباراة الأخيرة بس احنا برضو ما كناش برضو متوازنين برضو والصدمة فاحنا هو احنا في بداية البطولة ما كانش عندنا ثقة ان المنتخب هيكمل وفي نهاية البطولة ما كانش عندنا ثقة يعني اقل من الثقة اللي احنا ناخد بطولة، ما كناش ابدا بنفكر ان المنتخب ممكن يخرج امام الكاميرون بالظبط. يعني احنا خلاص بقى يمكن في الاول زي ما انت بتقول احنا ابتدينا ان احنا ما كناش متوقعين كلنا البعثة كلها. انا عايز اقول لك احنا رايحين ماتش غانا الاخير اللي هو في المجموعه، واحنا في الاتوبيس وحد بيتكلم مع انت رايح عندك كذا سيناريو طبعا. احنا سيناريو ان احنا مثلا هنطلع تاني المجموعه وبالتالي هتروح تلعب في مدينه يوام اوكي، فبالتالي احنا مأمنين حاجزين الاوتيل اللي هنروحه في يوام او وكله مجهز شنطه على اساس ان انت لازم هتمشي 7 الصبح والماتش كان متاخر، فعلى بال ما نرجع هنبقى الساعه 12 فالشنط تبقى جاهزه. ده السيناريو الاولاني. السيناريو الثاني ان انت ممكن تتغلب وفي نفس الوقت مباراه مالي واوغندا ما حدش عارف هتحصل ايه، فانت ممكن تخرج. فمكلمين الطياره تستنى تليفون تاني واحنا في الباص الكلام طبعا الاوتيل بقى في يوام ده متجهز في الباص بقى، احنا برضو بتتكلم مع الطياره وكنت بتتكلم مع الطياره تتابع معانا لكن مهمه تتعمل تتابع معانا تليفون بعديها لو احنا خلاص هنرجع يبقى الطياره جايه بكره الساعه 5 بعد الظهر عشان تاخدنا ونرجع مصر. وفي نفس الوقت لو تشوف كان الفيسبوك وقتها الكوميكس اللي كانت نازله انا فاكره بالظبط كانوا عاملين المباراه الاولى مصر مثلا كانت يوم بالظبط يوم 17 واحد مصر ومالي كانت 9:30 مثلا 21 مصر واوغندا الساعه كذا 25 مصر وغانا يوم كذا يوم 26 9:30 صباحا مطار القاهرة. فكل السيناريوهات دي موجود فيحصل بقى الفني بقى وكوبر كان بتوصل له الحاجات دي ولا هو بعيد يعني قافل على نفسه في الجانب الفني وبس؟ بص هو في الجانب الفني هو الراجل مركز جدا جدا، بس ساعات لما بيلاقينا بنضحك فيه ايه اللي بيحصل فمثلا محمود بيترجم له وبيقول له فبيقعد يضحك يعني عارف، بس هو فوكست قوي بيركز قوي. فحصل السيناريو المختلف خالص ان احنا كسبنا وطلعنا اول مجموعه فده فرق معانا طبعا. فابتدينا بقى وبعدين جه بعد كده ماتش المغرب انت كسبت ابتدينا نطمع لا خلاص بقى مش بس كجهاز فني وكجهاز اداري لا اللعيبه نفسها بقى عندها ثقه البطوله اللعيبه يمكن هم طمعوا اكتر وبقى عندهم الثقه اكتر وبالتالي عليوا اكتر طبعا اوكي لانه خاصه احنا بنتكلم في ان كان في 4 أو 5 هم اللي عصروا قبل كده عصر الانجازات والعصر الذهبي في الفوز ببطولات افريقيا، وعندك المجموعه الاكبر اول بطوله مجمعه يلعبوها بما فيهم هكتور كوبر وكان طبعا. هو كمان بيقول دي اول بطوله مجمعه كمدير فني ادخل فيها مع اي فريق، فهي كانت تشالنج تحدي كبير بالنسبه لكل دول. عشان كده معظمهم الصغيرين دول يعني حزن مش عايز اقول لك بعد انتهاء المباراه النهائيه المباراه الافضل فنيا في الاداء والاستحواذ واضاعه الفرص لا بس عايز اقول لك حاجه، انت كنت بتلعب سوري انت كان ثلاث ارباع يعني نص الفرقه كانت مصابه طبعا. ناس متحامله بما فيهم الحضري
طبعا بما فيهم الحضري وما كانش فيه غيره، وكان سخن وكان وعنده برد جامد، كان في ظروف البطوله دي الملعب الملاعب كانت سيئه جدا طبعا. بس انت في الاخر كان عندك مجموعه مصابه بره ومجموعه بتلعب نص نص جوه، فكونهم ان هم وصلوا الماراثون طويل وعدد من المنتخبات القويه اللي قابلت المنتخب المصري قبل النهايه، يعني المباراه دي لو اتعادت 100 مره المنتخب المصري يكسب طبعا، لكن هي الظروف المجمعه دي اللي قابلت المنتخب امام المنتخب الكاميروني بالظبط. فيعني بس كانت يعني مباراه بصراحه الحمد لله يعني عدت والبطوله عدت. واحنا خارجين لما كنت بقول لك على المؤتمر الصحفي، فاحنا خارجين فاتلخبطنا، المفروض في انت لازم تخرج عن طريق الميكس زون عشان تعدي على كل الصحفيين بالظبط، تعدي على الميديا كلها. اتلخبطنا غصب عننا وطلعنا من باب تاني احنا الثلاثه، فبصينا لهم جابونا وقالوا لنا لا لفوا من الميكس زون، فاحنا لفينا من الميكس زون. فهكتور كوبر قال لي لا كان بقى خلاص يعني الصحفيين في المؤتمر الصحفي كانوا يعني يعني الراجل مش قادر بقى يقف على الميكس زون ويتكلم، وبعدين كمان في البص الصحفيين قادر. كمان المصريين بيبقوا جداد شويه حتى في بعيد عن بعيد عن الاعلام الميكس زون كان أجنال. كل الاجانب. فاحنا خارجين قلت له لا ما تقلقش، واحنا خارجين قلت له خلاص المصريين خلصوا جوه واحنا خارجين كل بقى وسائل الاعلام الاجنبيه بيقولوا لي ايناس سوري انا طلعت مني والله العظيم، حتى هم بعد كده كلموني لما انتهينا الكلاس قلت لهم نو بروبلم ويل سي يو ان ذا وورلد كاب، قلت لهم هنشوفكم في كاس العالم. طلعت مني كده طلعت مني، قلت لهم ذيس از فوتبول، دي كوره دي كوره قدم، ويل سي يو ان ذا وورلد كاب، قلت لهم كده. فلما اتاهلنا لكاس العالم كله بعتوا لي على يعني التواصل الاجتماعي وكلموا ناس كلموني مبروك انتوا فعلا تستاهلوا توصلوا كاس العالم وانتوا كنتوا تستاهلوا تاخدوا البطوله الافريقيه. فالواحد كان عنده احساس بصراحه طول الفتره دي. مباراه غانا في القاهره كانت نقطه تحول كبيره. هي بعدها دي. البطوله في الجابون كانت طبعا نقطة ثقة ونقطة مهمة جدا جدا، ودت ثقة كبيرة جدا، وده اللي ادى ثقة للجماهير، ولكن كان في تخوف من التأهل والوصول لكأس العالم، ولكن الحمد لله تم التأهل هنتكلم فيه، لكن بعد ما تشوف تقرير عن استعدادات المنتخب للمونديال. ما بين غضب هؤلاء من الأداء وحزن آخرين جراء الاستبعاد، يدور المنتخب الوطني بانتظام شديد في جدول معد باحترافية شديدة نحو مونديال العالم الذي سيقام في روسيا يونيو المقبل. ورغم أن حالة من الغضب المكتوم جراء ثبات القائمة التي يعتمد عليها الأرجنتيني هكتور كوبر وعدم ضم عناصر جديدة سوى حسين الشحات وأيمن أشرف فقط، إلا أن حالة من الاطمئنان تسيطر على مسؤول اتحاد الكرة بعد انتهاء الجزء الأول من الإعداد للمشاركة في كأس العالم بعد معسكر زيورخ الأخير. كان المنتخب قد دخل في معسكر مغلق بسويسرا من 20 إلى 27 من مارس الماضي، خاض خلالهما مباراتين أمام البرتغال وخسرها بهدفين لهدف، ثم اليونان وخسرها بهدف نظيف. من المقرر حسب الجدول أن يبدأ المعسكر الأخير للمنتخب المصري لكرة القدم استعدادا لكأس العالم في 23 من مايو بالسفر إلى الكويت للعب مع منتخبها يوم 26 من مايو، ثم خوض مباراة ودية أمام كولومبيا في 1 من يونيو، ثم مواجهة بلجيكا يوم 6 من الشهر نفسه، على أن تعود بعثة المنتخب إلى مصر يوم 7 من يونيو. يحصل اللاعبون بعدها على راحة يوم 8 من يونيو، وسيكون التمرين الأخير للمنتخب في مصر يوم 9 من يونيو على استاد القاهرة قبل السفر إلى مدينة غروزني في روسيا، ليبدأ حلم الملايين من المصريين في رؤية منتخب بلادهم بمونديال العالم. ما كانش متوقع الظهور بهذا الشكل وهذا الأداء في الفترة الأخيرة في البطولة الأفريقية وتحديدا بعدها في تصفيات كأس العالم، وكان مشككين كتير جدا، لكن بعد التأهل لكأس العالم الجماهير المصرية ما بتهداش، وكل عايز أداء ونتيجة وعايز بقى انطلاقة في كأس العالم. حضرتك شايفة كأس العالم أمام المنتخب المصري زي ما كده خرجت البطولة الأفريقية وقلت لهم هنشوفكم في كأس العالم، هنعمل إيه في كأس العالم؟ أنا شخصيا متفائلة. يعني
خد بالك احنا برضو سافرنا، يعني انا برضو عمري ما انسى كاس القارات 2009 ومباراه البرازيل ومباراه ايطاليا ما يتنسوش. احنا دايما بيبقى مش هنقول كعبنا عالي على الفرق القويه، ولكن الروح مختلفه، اللي في اصرار، مش عارفه احس في حاجات كده تحسسك في 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 يعني حب مش بس للكوره او للتاهل لكاس العالم، بس زي ما انت قلت الاحساس اللي وصل للعيبه من ساعه ما كانوا في الجابون ومن بعد، وهو ده اللي شجعهم التاهل لكاس العالم، هو الجماهير او الشعب المصري وحبه ومساندته دايما للمنتخب طول الفتره ديت. فبالتالي ده بيدي يعني ثقه للاعبين، وفي نفس الوقت مش ثقل او لود زي ما بنقول، لكن هم حاسين دلوقتي بالمسؤوليه اكتر، ان هم مطالبين ان هم لازم يؤدوا، وهم عايزين ده كمان كمان نابع من جواهم. يعني في حاله نشوه عند اللاعبين المحترفين، انا مش عارفه اجيب بيأدوا بشكل كويس بالزبط. جدا يعني خد بالك ده كمان بيسمع عندك طبعا، يعني ما هو في لعيبه كتير عليت بعد طبعاً. الجابون طبعا، ومنهم محمد صلاح ومحمد النني والتمديد والتجديد مع الارسنال طبعا، وفي لعيبه غيرت انديه، لا يعني كل ده فرق مع اللعيبه. فهي القصه دلوقتي ان انت عندك واجب نحو بلدك، ان انت عايز تسعد شعبك اللي هو اساسا وقف جنبك وسندك، حتى لو تفتكر لحظات طبعاً. في مباراه الكونغو دي انا عايزه اقول ان قلبي طبعاً. وقف وانا في الاستاد، كلنا احنا في الاستاد كلنا لما تبقى انت فجاه ناس يعني لا ما احنا دايما بنحتفل بسرعه وبنفرح بسرعه وبنفرح بسرعه ثواني طبعاً. لما ثواني تبقى قاعد، يعني انا قاعد جنبي مراقب المباراه واحنا في الاستاد، انا فبقول له انا ما صدقتش، يعني انا حسيت ان انا ما شفتش، وفجأة لما فعلا ترن الإبرة تسمع خلاص صوتها حالة صمت، وبعدين في ثواني انت بتبص حواليك كله بيعيط، اللي بيلم كور، الضباط اللي واقفين، الناس اللي واقفة، كله وجوم طبعا. فأنا بقول لمراقب المباراة اللي جنبي بقول هو في ايه بالظبط كده، والمفروض ان انا ساعتها كنت بزيع الاجوان، الجون مين اللي بيجيب الجون انا ما زعتوش. فبيقول لي انت مش هتعملي الانونسمنت، قلت له انونسمنت ايه يعني، وفي اللحظه دي بقى كله بقى في ثواني يعني كله بقى هجوم، وبعدين جه الحكم الرابع بيجهز اللوحه علشان الوقت الضايع، فلقيته بيعمل خمسه، فانا بقول له انا ما صدقتش، بس في اللحظه دي تحس ان انت في يعني اخدت نفسي. فانا بقول له فايف، فقال لي يس. وبعدين هما اساسا مش فاكر كانوا منين، كانوا غالبا من الجابون، فبيتكلموا فرنش، فقلت جايز هما سمعنيش، فقلت له سانك، باكد عليه، قال لي وي سانك، وقام رافع، انا مش مصدقه ان هما خمس دقائق. فساعتها خدت نفسي وجيت جون يعني، فدي كانت لحظه فارقه، فمش ممكن الناس يعني اللقطات دي عمرنا ما هننساها. برضو عندنا ثقه اننا لو رحنا غانا هنصعد من هناك، ودي برضو حاجه يعني صعبه شويه. ما طبعا لا، وبعدين في فرق ان انت تصعد وانت بره مصر غير لما تصعد وانت في وسط اهلك، ولا وكمان قبل ما المباراه تقفل قبل اخر جوله بالزبط. وتاكد الصعود وتاكد الثقه وما تصعبهاش على نفسك بقى، احنا كل مره بنصعبها على نفسنا بالظبط. ده مش عايزه اقول لك كانت يعني عمر ما الواحد فزي ما بقول لك بقى في مسؤوليه جماعيه على الكل، المنتخب كله عايز ينجح. الخمسه يا عم الوقت الخمسه هي جت. المهم لما جه الجون ابتديت بقى ايه ده على الملعب، عملت الانونسمنت الاخير. ف بعد المباراه بقى وانتوا ماشيين واللعيبه وانت معاهم سامعه وشايفه الكلام، الحاله كانت عند اللعيبه ايه؟ لا الناس عارف انت لما تحس ان انت ما تش حاسس بنفسك، كل واحد بقى ايه بيتصرف بارتجاليه، يعني الفرحه انت ما انتش يعني، في ناس بتفرح ساعات بتحس الفرحانه مثلا بالشوكه والسكينه او طرق مختلفه للفرح، لا دي ما كانش ليها حل طبعا. انا شخصيا لا يعني المشهد الاخير بعد ما صلاح جاب ضربه الجزاء ده نتعاقب عليه رسمي طبعا.
يعني يا جماعه طبعاً. احنا بنقول حاجات كده لا خد بالك يعني ده يعني في حاجات كتير يعني. انا عايز اقول لك انت اساسا بص المنظر تحت طبعا ده ما يحصلش دي شكل الملعب ده يا جماعه غرامات وعقوبات هي عدت انا عايز اقول لك المراقب يعني اشفق علينا تعرف انا دلوقتي بقيت مراقب مباريات بس الكره النسائيه فلا القصه في الاتحاد الافريقي تبع افريقيا فالقصه ان لا ده مش احنا قاعدين تحت طبعا. يعني مصر كلها تحت انت عارف طبعا. ان انا ما عرفتش اخرج طبعا الاروبا اللي خرج هو هكتور كوبر اول ما صلاح جاب الجون الزو خرج اول واحد من قبل الراجل ما يصفر خلاص خرج من الملعب احنا بقى اتزنقنا جوه نص ساعه او ساعه طبعًا. جوه على بال ما عرفنا نخرج لان التنظيم دي هتبقى عايزه وقفه كبيره كله نزل بص طبعا بص لا الدكه ده كله نزل ده كله كل اللي كان في الملعب نزل كله وطبعا يعني هي فرحه زياده لكن برضه لازم يبقى عندنا ضبط النفس اثناء الفرح لكن اللعيب اللي قدامك اللي بيشوط ضربه الجزاء ده ابو مكه واللي انت كنت قريبه منه كتير وبتتكلمي معاه كتير وانت بحكم بقى يعني اقترابك من الميديا الانجليزيه والميديا الاوروبيه وما يدار والاحاديث عن محمد صلاح لا تنتهي. ما طبعا ما بتنتهيش وعايزه اقول لك ان لحد من ساعه ما كنا هناك والى الان على طول يمكن اكتر اتنين بامانه بيطلبوا ان يعملوا معاهم الانترفيوز محمد صلاح والحضري. الحضري بالنسبه لهم اسطوره وظاهره ويعني حاجات كتير. قبل ما هكمل معاكي في حته الميديا الانجليزيه ومحمد صلاح طبعا اللي بيحصل لصلاح والحضري لازم اقف معاك عند حته مهمه جدا هتفهميني فيها. دايما اللاعب المصري اللي بيحترف بيقفل على الميديا المصريه خالص. ما بتعملش مع الاعلام المصري حتى لو كان حد عايز يعمل معاه حوار حاجه، في نفس الوقت بيقدر الاعلام الغربي وده عن وقائع كتير مش عايز اسردها لكن ده ليه؟ انا عايز اقول لك بس هي مش هي احيانا طبعا بتحصل كتير بس في حاله صلاح بالذات لا صلاح عنده سيستم يعني حتى مع الميديا الاجنبيه يعني الميديا الاجنبيه من هناك بيتصلوا بينا ويقولوا لنا احنا مثلا بنخاطب ليفربول بس مش قادرين نوصل له لان فبيحاولوا يوصلوا عن طريق المنتخب يعني عن طريق المنتخب في حين في نفس الوقت ليفربول بيقول انا مش بمانع بس دي رغبه اللاعب هي القصه صلاح متواضع جدا فبس هي النقطه بقى اللي عايزه اقولها لك يمكن ده اللي وصل ومش قصه ان هم بيقفلوا عن او عامه يعني اللاعبين بيقفلوا على الميديا المصريه لكن في الفتره الاخيره بقى في دلوقتي الميديا رايتس الحقوق الاعلاميه فاحنا دلوقتي ما كانش في القصه دي من زمان طبعا فدلوقتي بقى لها كام سنه عندنا في مصر حقوق اعلاميه والحقوق الاعلاميه ابتدت يعني كل حاجه لا والنهارده في حقوق المرئيه بقت قصص كبيره جدا بالزبط. وعقود للبرامج بالزبط. بتخلي حتى الكلام يبقى عزيز بالزبط. شويه ولكن وموجه. يظل رغم كل وطبعا ده حق مشروع طبعا وخلاص يعني كره القدم دلوقتي او الرياضه عامه بقت استثمار بقت هو بزنس تجاره طبعا. بزنس وبزنس مربح إيه انت ده المنتج بتاعك وبالتالي كل حاجه بتتقدر يعني فبالتالي انت دلوقتي بقى عندك ولكن الميديا رايتس المفروض او الصح ان طبقا للوائح الفيفا والاتحاد الافريقي ان الصحافه المكتوبه دي مستبعده مزيد. الصحافه المكتوبه من حقها ان هي ملهاش دعوه از لونج از ان انت بتعمل الانترفيو انت ممكن تسجل تسجيل صوتي لان انت صحفي عشان يعني يبقى عندك ريكورد يعني تسجيل يعني في اي ميكس زون في اي بطوله عالميه دايما بيبقى الواحد معاه الكاميرا بتاعته الكاميرا لا ده بيمنعني حتى اصور بكاميرا الموبايل بالزبط. انت موجود هنا موجود على الاي دي بتاعك عشان تاخد بالظبط جورنالست يبقى صحافه بتكتب يبقى يا تكتب يا تسجل اي حاجه تانية ممنوع ولا فيديو كليب طبعا. ولا اي حاجه خالص لكن هو بيديك بس طبعا الصعب اللي بيتمسك في حاجه زي كده لا بلاك ليست على طول على خلاص الاي دي بيتاخد منه الاي دي لا بتوصل مراحل يعني تبص تلاقي في مع اواخر البطوله ممكن تبص تلاقي في صور ناس طبعاً. كان بتتحط وتتعلق في الاستادات وحصل في بطولات كبيره بيتحط مثلا ده فلان الفلاني ممنوع من دخول الاستاد بالظبط ما يدخلش فدي حقوق
فيمكن هو ده اللي بيخليهم في طبعا دي نقطه. هنخش بقى في الحقوق. انا عارف ان عندك معلومات مهمه جدا ومتابعه جدا في موضوع عايز افتحه سريعا، وهو رغبه المصريين في مشاهده مباريات كاس العالم، في ظل ان يمكن النهارده قناه بين سبورتس اعلنت عن التكلفه النهارده بس في مصر، وطبعا احنا اخر ناس تم الاعلان عندهم بارقام كبيره، يعني قد يعني تقريبا 3800 جنيه اللي ما كانش مشترك خالص او هيشترك، او والباقه لوحدها تقريبا ب 1800 جنيه. الباقه لوحدها تقريبا 1850. فبالتالي رقم كبير في مباريات المنتخب. هل الكلام اللي اتقال عن الفيفا هيتدخل؟ الناس بتكلم الفيفا. الفيفا وجهه نظري خلاص دوره انتهى. الفيفا دوره انتهى. انا مش فاهمه ايه اللي دخل الفيفا. ايه هي الفيفا في يعني ما هو الكلام ده مثلا من 10 الحقوق بتاعه البطوله 2018 و2022 ومن قبلهم من 2014 دي متباعه من 2010. كل ده متباع. هو بيبيع لمين؟ الفيفا بيبيع لشركه، الشركة الأساس بتقوم بيعة ل بتبيع. عشان كده هما دلوقتي رابطين التسويق مع التي في، يقول لك ماركتينج اند تي في. فهو الشركة التسويقية الأساسية وبتبيع للتلفزيونز. بتبيع للتلفزيونز هي مقسمة 7 مناطق. احنا منطقتنا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي أفريقيا تحت، فأفريقيا تحت سوبر سبورت وفوق بي إن وآسيا وأمريكا فبتبيع لشركة واحدة. للبث الحقوق دي كلها في قمر اسمه عاموس إسرائيلي هيبث، وهيبث باللغة العربية. دي حاجات بقى، دي بقى حاجة يعني هم بيعتبروها الليجل. لكن هو احنا بنتكلم عشان نوصل. احنا لو عايزين نشوف، انت دلوقتي كدولة مصر او اي دولة عايزة تاخد الحقوق، هي مش هتخاطب الفيفا. الفيفا خلاص مرحلتها. يعني رسالتك واضحه ان يا جماعه ما تضيعوش وقت مع الفيفا. لا انت ما تضيعش وقت ليه؟ انت حتى لو خطبت الفيفا هيقوم هو محولك على مين؟ الشركه مثلا الاساسيه اللي هو بايع لها. الشركه هتحولك اوتوماتيك انت مثلا على الوكيل بتاعها اللي شارك اللي هي بين سبورتس. بي ان هتحولك على بي ان. بي ان لان هو ما يقدر. يعني الناس اللي بتقول احنا بنفوض الفيفا، الفيفا مش ما يقدرش، او الشركه الام الثانيه اللي اشترت من الفيفا. ده هو باعها خلاص. بالظبط هو باعها وهو بيعها لشركه واحده. لكن مش القواعد علشان يجيب لها حد. القواعد ما بتنصش. المنتخبات المشاركه ليها حقوق. ليها حقوق فعلا بس على التلفزيون الارضي. هل في اتفاق مفروض ان احنا مش عايزين اكتر من كده؟ مباراه المنتخب المصري على ما هو بالظبط بيبقى في الاتفاق. فهو هنا ممكن يبقى، ولكن برضو الاتفاق هيكون مع الشركه أو القناة اللي هي متولية البث في المنطقة الخاصة بيك. وبالتالي هنا بيبقى في اختلاف في أو مش اختلاف، أنت بتطلب أنت عاوز إيه. أنا عاوز أبث بس. خلاص أبث بس دي مثلا ب $100 نفترض. طب أنا عايز أبعت كرو علشان يعمل انترفيوز يبقى $500. فكل حاجة كل باكج ليها سعر. انا عاوز اعمل مثلا كواليس، عايز احضر التدريبات، عايز احضر، يبقى ده ب $600 او ب $700. فبيبيع لك زي ما بتطلب. وبالتالي لو انت مثلا عايز كرو، يعني لو نفتكر في كاس القارات في 2009 كان في برضه حقوق طبعا، كانت وقتها الاي ار تي، فالتلفزيون المصري اشترى بس ينقل المباريات. بس بصراحه وبعت كرو ما عملوش لازم الواحد ولو بعد عمر يكرر الشكر للاي ار تي والناس بتوع الاي ار تي، انهم بصراحه كان معظم الماتشات بتتلعب على المفتوحه. في ماتشات كتير بيتظاهر منتخب مصر، وكانت المعامله بصراحه معامله راقيه جدا. يعني ما هو بقى انت التعاملات بتختلف. فهي دي القصه عشان الناس ما تتوهش. انت خلاص انت عارف فين يعني فبتروح. حضرتك بتوجهي نظر المسؤولين، انسوا الفيفا خالص يا جماعه، خلاص دي حقوق بحتة. هي لفه، هي هترجعك تاني للشركه. بس فروحوا على طول للشركه اللي واخده لو في كلام. ما بالظبط، لان هي الشركه بايعه لقناه مثلا نعتبر نفسنا بنتكلم في افريقيا سوبر سبورت.
سوبر سبورت مثلا دفع مليارات علشان تذيع، هتقوم انت تقول له لا انا هبيع لحد تاني ازاي؟ لكن هو عادة البيع بعد كده، عادة البيع بعد كده هتختلف خالص. بس طبعا خلاص العقود اللي خلصت دي العقود منتهية. دي منتهيه لحد 22 تمام. ما تقدرش تعمل فيها حاجه، لكن ان شاء الله جهود كل المسؤولين، لان دي عقود. وطبعا كلام قاله وزير الشباب رضا ان شاء الله الفتره الجايه نشوف. طبعا لا هو في امل نشوف. طبعا في امل تمام. طبعا في امل، وما زال في امل في التحكيم المصري، لان جهاد جريشه طبعا مش الحكم الاول ولا الحكم الاخير اللي هيمثل التحكيم المصري في المونديال. كان لمصر الرياده كاول منتخب عربي وافريقي يشارك في كاس العالم، وايضا كان التحكيم المصري هو الظهور الاول في المونديال العالمي في نفس العام من مونديال عام 34، عندما شارك منتخب الفراعنه بالبطوله الكبرى بايطاليا. نال الحكم المصري يوسف محمد شرف المشاركه بالبطوله كحامل رايه ليصبح اول حكم مصري وافريقي في المونديال. أدار مباراة تشيكوسلوفاكيا ضد سويسرا في ربع النهائي التي انتهت نتيجتها لصالح الأولى بنتيجة 3 أهداف لهدفين. غاب التحكيم المصري عن كأس العالم حتى مشاركة الحكم الشهير علي قنديل في مونديال 66، ليصبح أول حكم مصري وعربي يدير مباراة في النهائيات كحكم ساحة، عندما أدار في 15 أغسطس عام 66 مباراة تشيلي وكوريا الشمالية على ملعب إيرسون بارك بمدينة ميدلسبرا. كرر علي قنديل نفس الإنجاز حيث شارك في كأس العالم بالمكسيك عام 70، وأدار مباراة المكسيك والسلفادور التي فاز فيها المكسيكيون برباعية نظيفة. في مونديال ألمانيا الغربية عام 74 شارك الحكم المصري مصطفى كمال محمود في البطولة، وأدار مباراة لأصحاب الأرض أمام أستراليا فازت فيها ألمانيا الغربية بثلاثية نظيفة. وفي المونديال التالي بفرنسا عام 98 أدار الحكم المصري جمال الغندور 3 مباريات في هذه البطولة بين تشيلي والنمسا، يوغوسلافيا وأمريكا، والبرازيل والدنمارك. وفي ظهور مشرف للتحكيم المصري كرر الغندور نفس الإنجاز للمرة الثانية، أدار 3 مباريات أيضا في مونديال كوريا واليابان عام 2002، من بينهم مباراة إسبانيا وباراغواي، البرازيل وكوستاريكا، كوريا الجنوبية وإسبانيا في دور الثمانية. وفازت كوريا بركلات الترجيح ب5 أهداف لـ3 بعد التعادل السلبي في مباراة شهيرة تسببت في هجوم عنيف على الغندور، وشارك في نفس البطولة الحكم المساعد وجيه أحمد. وفي مونديال 2006 بألمانيا جاء الدور على عصام عبد الفتاح المشرف الحالي على لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأدار مباراة استراليا واليابان التي انتهت بفوز المنتخب الاسترالي ب3 أهداف مقابل هدف. في مونديال روسيا القادم يشارك الحكم المصري جهاد جريشة، والذي يتوج جهده بهذا الإنجاز الكبير على أمل تشريف التحكيم المصري في هذا المحفل الدولي الكبير. زي ما بنتمنى للمنتخب المصري التوفيق في المونديال، أكيد بنتمنى للتحكيم المصري ولجهاد جريشة التوفيق في المونديال. بالتأكيد طبعا. ده عايزة أقول لك أنا لما ببقى موجودة في أي مباراة طرفها حتى فرقتين أجانب والحكم بيبقى مصري في مباريات دولية كتير، الواحد بيحس بالفخر وهو قاعد كده الحكم مصري. فطبعا يا ريت إن هو طبعا ده إضافة، وهيكون هتكون ان شاء الله بطوله حلوه بالنسبه لكابتن جهاد وهيستفيد منها. وبالتاكيد خد بالك الاختبارات بتبقى صعبه جدا طبعًا. جدا جدا لا هو عنده ثقه يعني بالظبط، فان ثقة يتم اختياره فده بيدل فعلا عن جدارته بهذا المكان ان شاء الله وتمثيل مصر هناك. يعني رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الدولي قال ما اعرفش في مشاكل في التحكيم في مصر بتطلع حكام، وعندكم واحد من افضل حكام افريقيا جهاد جريشة عنده سمعه محترمه. بالظبط زيه زي كل الكباتن المصريين السابقين بالزبط. اللي سابوا علامه بامانه في كاس العالم. المونديال الروسي عنده كده بعض الامور السياسيه اللي داخله تعكر على صفه بعد قصه الجاسوس وعدد من المنتخبات والدول وسحب دبلوماسيين
هل ده هيأثر ولا هيبقى في خلط هنا ولا طبعا الفيفا هنا صارم؟ لا بص، هو الفيفا طبعا دايما بيحب ان هو ما يخلصش السياسه بالرياضه، لكن والروس من الذكاء الشديد بحيث ان هم مش هيسيبوا الفرصه ديت. في مناوشات وفي سحب بعثات دبلوماسيه من روسيا والعكس، ولكن اولا هم الروس متاكدين جدا جدا وعشان كده بيتعاملوا بمنتهى الثقه ان مفيش ولا فريق هيعتذر طبعاً. او لن يظهر في كاس العالم، ولكن اللي هيحدث ان ممكن ما يبقاش في تمثيل دبلوماسي او دبلوماسي متواجد او تمثيل رسمي مع بعض هذه المنتخبات. هم بالنسبه لهم هو مش مهم، مش هيفرق خالص، هو هيتغاضى عن الحاجات دي لان هو كمان محتاج الجماهير ومحتاج السياحه اللي داخله، وعلشان كده هو عامل الجماهير ما عادش هيوقفها. الجماهير جايه طبعا، جايه وهو هيسهل لهم الامور لان هو محتاج يدخل البلد عمله صعبه، محتاج يدخل كل، عشان كده هو عمل المسافات بعيده وعمل ان كل فرقه تبقى موجوده في مدينه لكن تروح تلعب في ثلاث مدن مختلفه. شوف انت بقى ال32 فريق اللي بيلعب في كاس العالم لما جماهيره تبقى بتسافر من هنا لهنا، بتشغل قطارات وطيارات وبتصرف اوتيلات، لا كل ده تنظيم تجاري طبعا. هو عاوز كل حد يكسب في البلد دي، والمطاعم والكافيهات وكل حاجه هتكسب، هم واخدينها بزنس جامد وعايزين يستفيدوا منه، فهيحاولوا ان هم يكون في دبلوماسيه. وزي ما بقول لك هم متاكد ان مفيش ولا دوله هترفض او هتتحجج وما تجيش، لان هيبقى عليها عقوبات من قبل الفيفا طبعا، لان الفيفا الشعار بتاعها مفيش خلط بين السياسه طبعاً والرياضه. السياسه ولا دين ولا عنصريه طبعا، مفيش خلط في الامور. انا عايز اقول لك ان هم بيبقوا السكيورتي اوفيسرز بتوع الفيفا بيبقوا في الملعب وبيشوفوا اليفط طبعا، ولو مش عارف يقراها يعني. انا افتكر احنا كنا في جنوب افريقيا او في دوله اجنبيه في اوروبا، وكنت انا موجوده فلقيت بتاع السكيورتي اوفيسر فجاي بيقول لي انا هي دي مكتوبه بالعربي، انت عارف ساعات العربي والفارسي والحاجات دي يعني هو شايف حاجه مكتوبه من اليمين للشمال، فقلت له دي بالعربي، قال لي اقري لي دي، هل هي دينيه هل هي ايه بالظبط، فلما قريتها له. فهم بيبقوا حريصين ان هم متواجدين، ان هو لازم يعرف ايه الشعارات دي، وانس ان هو حس ان الشعار ده سياسي او ديني على طول بيقوم رايح ساحب البانر او تافر بقى اللي هم شايلينه يعني. اخيرا الوقت بيعدي معاك بسرعه، لكن رؤيتك وتمنياتك للمنتخب المصري في المونديال الروسي؟ نتمنى طبعا ان احنا نوصل لاعلى درجه، يعني انا شخصيا متفائله ان شاء الله، متفائله ان لان زي ما قلت لك الاصرار والعزيمه وان الكل بيشتغل بجد بصراحه. من بعد الجابون الناس كان عندها اصرار انها تتاهل لكاس العالم، اتاهلنا لكاس العالم، اللعيبه عليت قوي مع انديتها علشان عايزين يقدموا افضل ما عندهم، لان فرصه وجودهم كمان في كاس العالم هتعليهم. منتخب مصر عالي جدا، الوسائل الاعلام الاجنبيه مش عايزه اقول لك اتفاعلت معانا قد ايه، حتى وهم في روسيا في سويسرا في اخر تدريب كان العدد كبير جدا من وسائل الاعلام الاجنبيه اللي جم، في ناس جم من امريكا ومن كندا ومن اليابان علشان يحضروا، غير اللي جرحوا من اوروبا عشان يتابعوا منتخب مصر، لان بالنسبه لهم منتخب مصر حاله، وهو دلوقتي اللي عليه العين، وزي ما بيقولوا هو الاكثر الموست بوبولار، الاكثر شعبيه في المجموعه بتاعته. يعني حتى المنتخب الروسي نفسه طبعا، لما احنا كنا موجودين في روسيا في ورشه العمل الشهر اللي فات، الاهتمام من وسائل الاعلام الروسيه بالمنتخب المصري وبلاعيبه المنتخب المصري، لا انت دلوقتي يعني في الكاتيجوري عندك عدد حتى من في المنتخب وعندك لاعب من اهم ثلاث اربع لعيبه على مستوى العالم بالظبط، حتى لو احنا تصنيف ثاني او تصنيف ثالث هو دلوقتي لا حاسس ان انت تصنيف اول، انت خلاص الرانك بتاعك من. وحتى لما شافونا هناك احنا كجهاز فني وكجهاز اداري ازاي ان احنا عندنا التزام وعندنا نظام وملتزمين بكل حاجه، فبرضو يعني مش بس فنيا انت كمان اداريا شكلك حلو، فعلشان كده حطونا يمكن كنا احنا الصوره الرسميه على موقع الفيفا يوم الورك شوب، فهو حاسين ان انت جد، حاسين ان انت جاي تثبت نفسك، تثبت جدارتك، تثبت انت فعلا استحقيت ان انت توصل وتبقى من افضل 32 فريق في العالم، وبالتالي هما
عايزين يشوفوا انت هتقدم ايه، هم متابعينك. ان شاء الله هنقدم والمنتخب هيقدم. ان شاء الله ما كنتش موجوده في سويسرا وتكوني موجوده مع المنتخب في روسيا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك الاستاذه ايناس مظهر، كنت مشرفانا ومنورانا. ميرسي، اشكرك. شكرا لكم كل مشاهدينا ومتابعينا على مدار 3 ساعات على قناه النادي الاهلي، والاهلي في كل مكان. وكانت فقرتنا الاخيره فقره مميزه جدا للحديث عن المنتخب، وان شاء الله ليالي المنتخب في روسيا هتكون ليالي مميزه جدا. وان شاء الله بعد لقيت الاستاذه ايناس مظهر والكلام الحلو عن الاستعدادات والجاهزيه، كل التوفيق للمنتخب المصري في المونديال الروسي.